ورغم السنين اللي عدت لسه ما نسيتش، لسه فاكرة كأنه النهاردة تفاصيل الألم والوجع وإحساس الرعب، وأمها بتسحبها للدكتور عشان هي لازم تبقى زي أخواتها، وما كانتش عارفة الدكتور أو الداية هيعملوا فيها إيه، وما كانتش عارفة أنهم هيقطعوا حتة من جسمها. سابت علامة، سابت أكبر علامة، مش بس في جسمها، اللي ما بقتش تستحمل حد يقرب له ولا حتى جوزها لما كبرت، لكن العلامة الأكبر كانت جواها قهر وانكسار كتمته سنين. لما جوزها بيقول لها انتي باردة وانا هتجوز عليكي، انتي مش بتحسي. أهلها شافوا ان الختان هو الشرف، هو ده صك الشرف، لكن الحقيقة ان هو ده عين الظلم والقهر والعنف. حكايات البنات اللي هنسمعها النهاردة غالبا هي نفس الحكاية، يمكن تتغير التفاصيل والأسامي، لكن هي نفس النتيجة، الحصول على صك الشرف. ومش مهم هي بتتحرم من ايه، بتحس بايه، مش مهم هي بتخاف من ايه، واحيانا حتى مش مهم لو ماتت. والاسامي اللي راحت كتير، بدور، سهير، عبير، ومع كل ضحية بتتغلظ العقوبة ويبقى الختان جريمة بالقانون وبالدين، لكن يفضل شبح الختان بيهدد كل بنت في مصر. بكرة الأمم المتحدة بتحتفل باليوم العالمي للفتاة، هما بيحتفلوا بالبنات وإحنا لسه بنختنهم. أرقام المسح السكاني 2016 بتقول إن 92% من بناتنا من سن 15 ل 49 تعرضنا للختان. أرقام مفزعة. الختان جريمة لا يمكن إن إحنا نقبل استمرارها. الختان جريمة في حق كل بنت بتدفع تمن جهل أهلها وتخلفهم وتمسكهم بأوهام وعادات لا علاقة لها لا بالدين ولا بأي حاجة تانية. جريمة لسه بترتكب في كل مكان في مصر باسم الشرف والعفة، وهي الحقيقة لا علاقة لها لا بالشرف ولا بالعفة. ونسمع الحكايات.